يعد بنك الملابس أحد الأعمال الكثيرة التي تسعى الهيئة للقيام بها لتقديم يد العون للمعوزين في المملكة، وأن آلية معينة تم تحديدها من أجل العدالة في التوزيع على المستفيدين، بالإضافة إلى التشديد على نمطية التنويع للملابس من خلال قاعة تسوق كبيرة يتم فيها وضع الملابس والأحذية والمتفرقات الأخرى مثل الألعاب والأغطية والحرامات والملابس والمناشف وغيرها من الملابس. وبإمكان المستفيد أن يقوم بالتسوق المجاني من صالة العرض الحالية التي تشاهدونها الآن، والتي تم استئجارها في منطقة المحطة بعمان بمساحة تقدر ب6000 متر مربع، فقد تم اختيار المكان ليكون مناسباً للمستفيدين من حيث الوصول إليه بسهولة لتوفر المواصلات، بالإضافة إلى أنه قريب من المناطق السكنية التي يوجد فيها عدد من العائلات المعوزة.